هو نوع غير طبيعي من البروتينات التي يمكن أن تتسبب في أمراض مميتة للجهاز العصبي. يعتقد أن البريونات تكون سببا في عدة أمراض نادرة ومعقدة تعرف بأمراض البريون، والتي تصيب البشر والحيوانات على حد سواء. ما يجعل البريونات فريدة وخطيرة هي أنها لا تحتوي على مادة كما هو الحال في الفيروسات أو الـ RNA، هي مثل الـ RNA أو الـ DNA، بل هي ببساطة بروتينات مشوهة قادرة على تحفيز البروتينات الطبيعية في الجسم على التحول إلى الشكل المشوه نفسه. هذه البروتينات المشوهة تتجمع في أنسجة المخ، مما يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية وظهور أعراض مثل فقدان التوازن ومشاكل في الحركة، فقدان الذاكرة، وتدهور عقلي شديد. من أشهر الأمراض التي تسببها البريونات كروتزفيلت جاكوب، ويصيب البشر ويؤدي إلى تدهور عقلي سريع ومميت. كورو، وهو مرتبط بممارسة أكل لحوم البشر. بوفاين سبانجيفورم انسيفالوباثي، أو جنون البقر، ويصيب البقر ويمكن أن ينتقل عند البشر إلى البشر عند استهلاك لحم الأبقار المصابة، مسببا نوعا من مرض كروتزفيلت جاكوب يسمى ب في كروتزفيلت جاكوب. نظرا لعدم وجود علاج فعال لهذه الأمراض حتى الآن، تظل الوقاية فتجنب الاستهلاك للمنتجات الحيوانية الملوثة هي الخطوة الأهم في مواجهة أمراض البريونات.